كونسيبت في راتي معكم. غادي ندير سيمي بيرمانون سيمي بيرمانينت كولا بازي جيل. انا كنستعمل هذا ديال هذا اكستريم بازي ديال باسيوني اونيا. هذا كي يكون واحد لابازي ديال سيمي بيرمانينت بيرو بازي جيل، يعني كيدور كيخلي السيمي بيرمانون يبقى مدة أطول، يعني عاد ممكن يبقى لك جوج سيمانات، ممكن يبقى حتى ثلاثة بحالو بحال الجيل. دابا أنا جا محيدة الكولوري، وكانت عندي هنا لاكريشيتا الضفر طلع لورا حيدتها الكولوري، ودابا غادي نبرد شوية نضفر، ومن بعد غادي نأبليكي لبازي. انا هاد علاش كنديرها على قبل باش ما يكونش عندي واحد الفراغ اللي هو كريا يعني كيخلي واحد الفراغ ما بين لابازي والصباغه، وهكا كيطير الضفر داري. داكشي علاش خاصني ضروري نحك هاد البلاصه مزيان حتى ما يبقاش يبان هاد الاسكالينو في الضفر. ونشوف معانا البنات، كنحاول نديرها بشويه عيت تجا ضفري سنسيبل من كدرة ما كنخدم عليهم، يعني في السونتر كنتعلم في اليديه في ضفاري، هكا دريتهم بزاف مع واحد يلا كيتعلم، وهذا كتهلكي الضفر مي بابا، يعني ماشي مشكل. كتحاولي من بعد تعطيه لي تراتامينتي، وهكا حتى هاد سيمي بيرمانون كيحاول لي يخلي لك الشيته ديال الضفر مزيانه الا كان ابليكي مزيان. هادي راه ليما ديال 100 180، يعني ديال 100 180 هي اللي كتباتشي دي بها. الو البنات، انا جا حكيت الضفيرات، ودابا غادي نبردهم للفورما اللي بغيت. غادي ندير هذا البرايمر حتى هو البنات من باسيوني مونغا. البنات هاد باسيوني اونغا راه واحد الموقع فين كيتباع البرودويات، داكشي علاش كنقول لكم باسيوني اونغا. كنحاول نديرو على البلاصه اللي ما فيهاش الجل، ما فيهاش البرودوي، فيها على كريشيتا ديال الضفر. راشيلو كنخليهم حتى ينشفوا. حاولت نديرو عا فلا كريشيطا، يعني عا فين كاين النمو ديال الضفر. من بعد البنات غادي ندير لابازي كيكون بحال هكا، اكلو
60 secondi. دابا البنات انا بردتهم، درت ليهم هكا كيبونا ماندولا، او هادو بجوج باش ابليكيامو الكولوري. انا راه كنستعمل هادي ليما ديال 180 يعني 100 180، وكاينه عندي حتى لا فريزا، هذه كتكون يعني كتساعدك سوبيتو، مي انا ما دايرهاش الجل، انا غير سيمي برمانينت بازي دي جل باستا لا ليما. faccio leggermente باش من نحيدش البرودوي كامل من الضفارين، تما غادا لي تجي راه نشينو الاتاكاتورة ديال الجلد ما بين الضفر والجلد. هادي البنات مزيانة حتى البنات اللي كيديرو جيل في ضفارهم، ملي كيبغيو يحيدوا مثلا ما كتبغيش تعاودي ترجعي عند الكوافوره باش تحيدوا لك، وكتبغي تحيديه بوحدك في الدار خاصك على هادي، شري غير هادي راه كتباع ب10 دراهم عند ماكياج صافي، وتحكي هكا حاولي تمي غدا بشويه سينو غدا تهلكي حتى الضفر، غير غادا بشويه بشويه صافي حتى تحيدي الجل. كنحاول هنا نعطيه لا فورما. انا كتعجبني لا باليرينا، ولكن بزاف المرات كندير يعني بغيت نبدل شويه صافي. دابا كنحاول نحيد هاد البولفير، هاد الغبرة اللي كتكون في الضفار، باش ملي تبغي تصبغيهم ولا ديري الكولور ما تجيكش في هذا، ما تجيكش في الكولوري. كنظن هاد لا سباتولا راه غتلقاوها عند مول ماكياج. اوكي صافي، دابا غادي نمشي ندير الكولور ديريكتمون. اختاريت انا هاد لاتي جونوسو بيانكو، هو واحد الابيض اوكي. ونفس الطريقه غنديرها اليد الاخرى، ونتلاقاو بعد قليل. هاد البنات هاد اليد جا خدمتها، دابا غادي نخدم معكم هادي كيفاش عملتها. هاد الورق البريلانتي كنت شريته البنات، ها هو كندير بريما كوزا، اول حاجه كندير هذا لا سميتو التوب باش مني نحط هذيك الورق يشد لي. دابا غادي نهز هذيك الورقه نقطعها هكا صغيره الطرف، غادي نحطها هنا
بحال هاد بحال 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 اوكي كيفاش كنابليكيا نمشي للجهه الاخرى واش كيبان لكم كيفاش هنا اوكي غادي نحاول ندير بحال هذا نحطها في الوسط اوكي دابا بقات لي هذه حنا كنظن نقل على كوانتيتي بزاف غادي نحاول نقص منها حاولت نديرهم بحال بحال ودابا غادي نديرها في اللمبه غادي نخدم هاد الخطوطة سامبل البنات ها هو خاص يكون عندكم الماتيريال بصراحه كنستعمل انا هذا كيكون رقيق باش كيجيك الخط رقيق وهذا هو اللي ابليكيت هذا كتحطوا به البريلانتي هذوك سواء كانوا عقيق بحال هكا هما اللي كنخدم بهم كتهزي بهم النجمات وكلشي كتحط باش تلصقيهم في الضفر نتمنى تعجبكم لا ريزولطا اوكي البنات دابا ساليت غادي نحاول نوط لك الديره في هذا الضفر غادي نحاول نديرهم حنا على شكل نصف دائره بصراحة البنات ماشي سهلة خصوصا ملي كتكوني كتخدمي بيديك تريا كتخدميها مزيان اليمنية كتكون شوية صعيبة في الخدمة ديالها كنظن البنات درت شويه الخطوط كبار غادي نمسح ونعاود
نحاول مرة أخرى. انا صراحه البنات عندي هذاك الكولور ديال سبايد اللي كيدير خطوط العنكبوت، ولكن قلت بلا ما نحاول نجرب الخطوط بيدي زعما بوحدي. كنظن دابا شويه زعما شويه خرابين بعضياتهم. اوكي هنا خمس البنات صافي البنات هنايا حاولت نقلب لكم على الفيديو ديال الاطفال في الاخر ما لقيتوش، صورت لكم هكا من بعد. وهذا هو الموديل اللي خديت عليه. حاولنا البنات على المتابعه، نتمنى انكم يعجبكم الفيديو وديروا لي لايك وبيزو.